حقيقة يجب أن نؤكد على أمر هام، أن ما فعله عبد العزيز بوتفليقة في الجزائر غير مسبوق، بل أنني رددت مرارا وتكرارا أن بوتفليقة كان آخر هدية مسمومة، إن صح التعبير، هدية بين قوسين، هدية مسمومة قدمها ما يسمى دفعة لاكوست أو ضباط فرنسا لحكم الجزائر. ندرك تماما أن بوتفليقة تولى مناصب سامية في عهد الرئيس الراحل هواري بومدين، كان وزير الشباب وكان وزير الخارجية لسنوات طويلة، ولما توفي بومدين كان من الذين رشحوا بل طمع كبير أن يكون خليفة هواري بومدين، ولكن ذلك الحلم تبخر، وبعد ذلك لجنة المحاسبة كشفت تورطه في قضايا فساد، وغادر الجزائر وعاش في الخارج إلى أن حاولوا إعادته إلى الحكم في فترة معينة، وكان في ذلك الوقت في عهد علي كافي، وعلي كافي بنفسه صرح بأنه رفض رفضا قاطعا إعادة بوتفليقة. وقف على حقه، الدستور مد مرة وممكن مرتين وانتهى خلاص. أما نزيد نغير الدستور على جبهة نبقى، يعني معنى هذا ديكتاتورية، معنى هذا أن الناس جايين وزيد باسم مين تحكم أنت؟ باسم الشعب، شعب رافضك. أنا رافضك يا بوتفليقة، أنا رافضك، رافضك من البداية، رفضتك باش تكون حتى ممثل للأمم المتحدة، رفضتك. وأمام كل المجلس الوطني، في هذاك حق نقول المجلس الوطني، المجلس الأعلى للدولة، المجلس الأعلى للدولة، كان ماذا بيه بوتفليقة يكون كذا كذا. قلت لهم لا، جاني في الأخر الجيش عن طريق خالد نزار أنه يحب يكون في الأمم المتحدة. قلت لهم ما دامني موجود ما يكون حتى في مكان، لأنه كان وفسد كل شيء وسرق فلوس وتحاسب عليها وعذبنا كور دي كونت. أنا ما جبتش الرصاص يحكموا. ماذا؟